صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأنا من عدد من الدروس حديثا في باب المجاهدة، ونحن نقرأ الآيات التي ساقها الإمام النووي في مطلع هذا الباب. تفضل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا. ما هو اسم ربنا أيها الإخوة؟ العلماء كثير منهم أن اسم الله تعالى الأعظم الله. واذكر اسم ربك، اذكره لفظا واذكره معنا. اذكره لفظا، قل الله 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 الله. اجعلوا يا أخوان كل يوم وردا لأنفسكم، 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة قل الله الله الله. اجعل لسانك مع قلبك ينادون على حضرة الله تعالى. شو اسمك يا أخ؟ زاهر. الآن هذا زاهر عبد من العباد، وأنا مثله عبد. إذا أنا قلت لزاهر زاهر، شو اعراب زاهر؟ لان اذا قلت زاهر شو اعرابه؟ هذا منادى مفرد علم بس محذوف في اداه النداء، يعني يا زاهر. وانا اذا قلت له زاهر زاهر، شايف؟ من ثاني مره قال نعم. مرات بجوز يكون زعلان مني ما يرد، رد له زاهر 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 يا زاهر، بيستحي مني بيستحي مني. يعني لو هو زعلان، ما انا جئت اليه وقرعت عليه الباب وعم بقول له يا زاهر يا زاهر يا زاهر. لو أنا مقصر كنت، ولو عامل شغلة ناقصة، بس هو بيقول خلاص يعني جاء إلي وهو عبد مثلي مثله. كيف يا أخوان إذا وقفتم على باب الله؟ كيف إذا قلت الله 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 الله؟ يا أخي وأنت مقصر ومذنب وعامل شغلة ما حلوة، بس أنت جاي على باب الله وانت عم تقرع على الملك بابه، معقول ما يفتح له؟ والله مستحيل يا اخو، مستحيل واحد بيناتكم ايتها الاخوات وايها الاخوه ان يقرع باب ملك الملوك ولا يفتح له. حيمر معنا حديث: اذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا. يعني انت بتخطو خطوه للقرب الى الله، الله عز وجل يرضى عنك رضا. إذا كان الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، بس قل له الحمد لله، ما بده شيء منه، ما بيريد شيء. إذا كان الله عز وجل يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا عبدي تعال. إذا كان صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبله، شو ليش شو بتعمل يعني؟ معلش يعني الصيام قد ما كان متعب شو هو؟ الله سنة كاملة بيروح له. يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. أول يوم رمضان تفتح أبواب الجنان. يا أخوان الله بس يريدك أن تقبل عليه. فذكر اسم الله تعالى ذكر اللفظ وذكر المعنى. ذكر اللفظ قل الله 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 الله، ودليلها من القرآن هذه الآية وآيات أخرى، ودليلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله الله.
وفي أوراد الصباح والمساء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوراد الصباح يقول الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. فأنت يا أخ ويا أخت، كل واحد بيناتكم يجعل لنفسه كل يوم يقرأ أوراد الصباح والمساء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ هذه مئة 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 ألف، وجلس جلسة الصلاة وغمض عيونك وراقب قلبك يواطئ لسانك وأنت تنادي على ربك، وخلص لا ترد على التليفون ولا ترد على مين عم يحكي قدامك، خلص خليك متجها إلى القبلة، أغمض عينيك ونادي على ربك. قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني وانقطع إليه انقطاعا. هلأ أنا بقدر أنا وياكم قاعد هيك قدامكم، يلا يا أخوان خلينا نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بصير، بس أنا ما بكون انقطعت إليه انقطاعا، أنا بدي أذكر الله خلص، بدي أدير وجهي على القبلة، ما بدي أطلع فيكم، لا بدي أطلع مين دخل ومين خرج، ولا بدي رد على التليفون إذا رن، ولا بدي احكي معك قصة انه شو صار معكم، رحتوا رجعتوا اشتريتوا وبعتوا، خلص انا بدي انقطع الى ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله يتعبد الله ينقطع عن اهله من الهلال الى الهلال في غار، يتعبد في غار حراء. فانت كل يوم اشعل لك هيك انقطاع الى الله عز وجل ربع ساعة زمان يا رجل، اذكر الله عز وجل. طيب هلأ الشيطان والنفس ما بريده، تجي بدك تقعد لتذكر الله بذكرك انت هيك بدك تبدأ هيك الله الله الله، بيقول لك شو مشان المحاضرة الثالثة جبتها من رفيقك يا لطيف، لك كنت نسيان ما تلاقي غير إجاك، بيقول لك مثلا قوم بعت لك رسالة على الواتس فلان ما بعت له جواب، روح جيب بعت له جواب، لا ترد عليه، خلص جاهد نفسك يا رجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا. الآن كثرة ذكر الاسم تجعلك حاضرا مع المذكور. فالذكر نوعين، ذكر الاسم وذكر المسمى. ذكر الاسم قل الله الله، مع التكرار مع التكرار مع التكرار بتصير أنت حاضر مع المسمى. مين المسمى؟ رب العالمين. بصير إذا جاء من يدعوك إلى ما يأمر به الله طرت إلى الاستجابة، وإذا جاء من يدعوك إلى أن تخالف أمر الله فورا تذكر الله. مثل سيدنا يوسف عليه السلام عندما همت به امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، شو قال؟ معاذ الله. شايف سيدنا يوسف كان حاضرا مع المذكور، لأنه هي الكلمة يا أخوان ما بيقدر واحد يقولها. كم من إنسان مرات يقول لك شو بدي أعمل أنا ضعفت، شو بدي أعمل أنا زلت قدمي، شو بدي أعمل أنا يعني وجدت حالي في اضطرار. بس سيدنا يوسف لكثرة ذكره لله تعالى والأنبياء أكثر الناس ذكرا هو حاضر مع المذكور. فصح هي امرأة العزيز هيأت نفسها وجملت نفسها وغلقت عليه الأبواب، بس هي ما لا حاضرة مع المذكور، هي لا تعلم بأن الله معها. بس سيدنا يوسف يعلم، يعلم مو بالعلم مو بالعقل، يعلم مو بالكلام، يعلم بالحقيقة. عشان هيك قال معاذ الله. وكم من مرة ذكرت لكم مرة سليمان ابن يسار، رجل من التابعين شاب من التابعين وكان صالحا وكان جميلا، جاءته امرأة ودعته إلى نفسها بالحرام ودخلت بيته، دقت الباب فتح الباب لقى بوشه، دفشت الباب ودخلت. هو شاب جميل ويعني النساء تتمناه، شو بده يعمل؟ موقف محرج، هو موجود في بيته لوحده ودفعت الباب ودخلت، ما وجد طريقة إلا أن يهرب منها، ترك بقلبها البيت وفتح الباب وهرب. غبله ساعة ساعتين عم بينوضر من بعيد، راحت لما ما راحت، بعدين هي استنيت خمس دقائق وسبع دقائق وعشر دقائق، ما إجا هذا الرجال، حملت حاله ومشي. بتلك الليلة سليمان بن يسار بشوف سيدنا يوسف بالمنام،
بيقول له أنت نبي الله يوسف التي دعتك امرأة العزيز إلى نفسها فاستعصمت. بيقول له سيدنا يوسف وأنت سليمان بن يسار الذي دعتك اليوم فلان الفلانية فاستعصمت. شايف؟ بس بده واحد يكثر من ذكر الله تعالى. والله واحد من الإخوة طالب جامعي هو كمان هو من محافظة أخرى جاء إلى المحافظة التي فيها جامعته مستأجر بيت غرفة ولحاله بقلب هالبيت. كمان في واحدة حطت عين عليه تدعوه إلى نفسها تشير له كذا بس هو ما يقترب ولا يتجاوب معه. هو قال لي يوم من الأيام دق هالباب فتحت هالباب وإذ بلاقية بوجهي دفشت الباب ودخلت. شو بده يساوي؟ شايف كثرة الذكر تجعلك حاضرا مع المذكور. صحيح أنت لحالك بالبيت لكن الله معك. صحيح أنت ورفيقك لحالكم بهالمشوار بس الله معكم. قال لي يا أستاذ ما وجدت إلا أن أهرب من البيت. ترك البيت وهرب. برافو عليه برافو عليه هكذا يفعل. كمان انتظر الشيء وبعدين مشي. بس هذا يا اخوان لا يفعله الانسان. الا واحد ثاني بيقول يا استاذ شو بدي اعمل؟ والله ضافت يا استاذ هيك هي اجت لعندي لك الله لا يوفقها. والله انا ما كان بدي هي اجت انا دخلني شيء بربكم بدينكم هيك بيحكي هكذا يقول. بس لا، من يذكر الله تعالى من يكون حاضرا مع المذكور مستحيل مستحيل انا اغضب رب العالمين. اما الحرام فالممات دونه. نفس الشيء هذه البنت إذا جاء من يدعوها إلى نفسها بالحرام إذا كانت حاضرة مع المذكور مستحيل مستحيل أن تخالف أمر الله تعالى. شايف بدك كثرة الذكر. فالذكر له معنيان، ذكر الاسم واحد من أنواع يعني من تصانيف الذكر، وذكر المسمى. فلما أنت تعلم بأن الله يرى، الله قال ألم يعلم بأن الله يرى. لما بتعلم يقينا بأن الله معك ما تقدر أن تمضي باتجاه ما يخالف أمر الله تعالى. وهي هي المجاهدة. بدك تضلك تذكر 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 تذكر. قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه انقطاعا. قال أي انقطع إليه. تفضل. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيوة. فالشيء الذي تفعله هذه المجاهدة التي تجاهد فيها نفسك، ساق الإمام النووي هذه الآية ليقول لك إذا جاهدت نفسك هذا عمل خير، سترى عاقبة هذه المجاهدة خيرا، ستراه خيرا في دنياك وستراه خيرا في آخرتك. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الذين يقيمون على المعصية كلهم يقول لك يا أخي أنا ما عم بقدر. هلا سامحوني مثلا في ناس الله عز وجل يعافيهم ولا يبتلينا، يعني هو ينظر الى مواقع اباحيه. شو بيقول لما بتقول له يا اخي ليش هيك تفعل؟ ليش هيك عم تساوي شيء سيء شيء قميء شيء يعني ينزل من مستواك؟ بيقول لك ما عم بقدر، انا ما عم بقدر اترك. شايف؟ لو جاهد نفسه والاماره بالسوء وصدق بالمجاهدة وكرر المجاهدة بإذن الله الله يعينه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سيرى عاقبة هذا الأمر، أن نجاه الله تعالى من هذا البلاء، أن نجاه الله من هذا السوء وهذا الفحش. مرات واحد يأتي يقول مثلا بعيد من هون نسأل الله السلامة ابتلي مثلا بشرب المخدر. تقول له يا أخي ليش تفعل؟ مالك شايف ماذا يصير منظرك لك؟ والله منظرك يصير غير جيد. بعدين أنت تؤذي نفسك وتؤذي زوجك وتؤذي أهلك، وأنت من أجل أن تأتي إلى هذا المخدر صرت تروح تمد إيدك إلى الحرام. أنت سرقت سوار أمك وبعته، صير يبكي يا أخي ما تترك. بيقول لك ما بستطيع. الإمام النووي ساق هذه الآية في باب المجاهدة ليقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عندما تجاهد نفسك سترى عاقبة هذه المجاهدة خيرا، تراها خيرا في دنياك
وتراه خيرا في آخرته. طبعا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كمان بالعكس، يعني بده يترك نفسه تمضي إلى المحرمات سيجد ويرى في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلام الذي تمتد يده إلى المال الحرام، إلا في أخي أنا تعودت ما عاد أقدر أترك. يا رجل غالب نفسك، والله إذا غلبت نفسك سترى سعادة الحلال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ستراه في الدنيا وتراه في الآخرة. شايف فساق الإمام النووي ليقول لك إن مجاهدة النفس خير، وإن هذا الخير سترى عاقبته في الدنيا والآخرة. هلا طلاب بيكونوا في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية، أحدهم يقضي العام لاعبا لاهيا لاغيا، والآخر يجاهد نفسه ويدرس. هلا حتى اللي بيدرس يعني بيحب هو أن يلهو ويلعب ويضيع الأوقات، بس هو يجاهد نفسه، هذاك لا يجاهد. تمر الأيام، هذا يصير في رتبة اجتماعية عالية ورتبة علمية عالية ورتبة مادية عالية، وذاك في رتبة دنية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يجاهد نفسه سيرى عاقبة هذه المجاهدة خيرا في الدنيا وفي الآخرة. تفضل. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سمعتم أيها الإخوة، هذه المجاهدة التي تقدموها لأنفسكم ستجدونها عند الله تعالى خيرا أكبر، وتجدونها أجرا أعظم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله ما حدا بيناتكم يا أيها الإخوة سيصدق مع الله. وليش ما نصدق يا أخوان؟ ليش ما تستقيم؟ لماذا غيرك يستقيم وأنت لا تستقيم؟ لماذا غيرك يجاهد نفسه وأنت لا تجاهد نفسك؟ لماذا غيرك يلتزم بأوامر الله وأنت لا تلتزم؟ مرات واحد بيقول أنا بس ما بقدر، يعني ليك أنا طالب بالجامعة ووضع كتير صعب. أنا حبجيب لك من نفس الجامعة ومن نفس الكلية ومن نفس أصحابك من هو على درجة عالية من الاستقامة. مرات واحد بيقول يا أستاذ أنا موجود بالسوق والسوق شغلة كتير صعبة. طيب شو بتشتغل أنت أخي؟ حبجيب لك من نفس السوق ونفس الصنعة ونفس الحرفة من هو على درجة عالية من الاستقامة. مرات واحد بيقول أنا مسافر على بلد يا أخي غربي وهدول البلاد الغربية كتير صعبة. أنه بلد أخي؟ أنا حبجيب لك من نفس البلد التي أنت تسافر إليها من له درجة عالية من الاستقامة. الله عز وجل قال: يوم نأتي من كل أمة بشهيد. بكرة يوم الأيام الله من كل جماعة بده يجيب شهيد يشهد عليهم. يعني واحد بيقول أنا كنت دهان، الله حيجيب من قلب الدهانة دهان مستقيم يشهد على هؤلاء الدهانة، مشان ما حدا يقول يا أخي أنا كنت غش وأخدع وخون لأنه هيك وصعب الحياة. يوم الله بيجيب له دهان لا بيغش ولا بيخدع ولا بيخون، بيقول له تفضل. وأيمت كان عايش بالقرن العشرين بيجيب له واحد من القرن العشرين، وقال أنك عايش بالقرن العاشر بيجيب له من القرن العاشر. يوم نأتي من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، هيك الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني من كل جماعة بواحد يشهد عليهم. البنات مرات بتقول شوب وحرارة وأنا ما بقدر التزم باللباس يعني المنضبط شرعا، الله حيجيب لها امرأة بنفس وقتها وبنفس بلدها وبنفس زمانها لتشهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لذلك يا أخوان ليش ما تستقيم أنت؟ لا تسمح للشيطان يقول لك ما بتقدر، صعب، عند الآخرين بيقدروا بس أنت ما بتقدر. كلنا نستطيع أن نستقيم، لو لم نستطع أن نستقيم الله ما بيأمرنا بالاستقامة، أما وإن الله أمرنا معناته نحن نستطيع. فالله عز وجل يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله يا أخوان الله أكرمنا لما مشينا في المسجد، لما صار لنا أصحاب صالحين، لما صار لنا شيخ، لما أكرمنا الله عز وجل هيك مشينا في هذا الدرب، والله الله أكرمنا إكراما كبيرا أكثر بكثير لا يقارن مع الشيء الذي أنت قدمته. ونرجو من الله عز وجل أن يعظم لنا أجرا، وأنتم بإذن الله فيكم من يفعل هيك، بس لازم كلياتنا كلنا نقبل على الله عز وجل. وأنت الله بعينك، إياك نعبد وإياك نستعين. وهب بأنك زلت قدمك، هب بأنك أخطأت، خير إن شاء الله خير، رد برجع بداية جديدة. سأبقى أجاهد نفسي، أبقى أجاهد نفسي، أبقى أجاهد نفسي هيك إلى أن ألقى الله تعالى.
إذا استقامت منيح، وإذا ما استقامت ومتت أنا وهي تسقط وتقوم، الله يراني أجاهدها فيعطيني أجر النية. نعم. وآخر آية ذكرها الإمام النووي قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيوة، فإذا أنت جاهدت نفسك والله الله عليم بكل شيء تفعله، الله عليم بأنك امتنعت عن الحرام من أجله، الله عليم بأنك تصدقت بالنفقات من أجله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وإذا الله عليم حسبك، بجوز الدنيا كلها ما تكون عليمة ويلوموك، شو بدك فيهم؟ المهم الله عليم. بجوز كل من حولك يعتب عليك، المهم الله عليم. بجوز كل من حولك يذمك، المهم الله عليم. بجوز كل من حولك يمدحك، الله عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقول: والآيات في الباب كثيرة معلومة. سنقرأ الحديث الأول الذي ساقه الإمام النووي في باب المجاهدة، والحديث مهم جدا ويسمى عند العلماء حديث الأولياء. جهزوا حالكم، تحب تصير من الأولياء؟ الآن سنقرأ حديث الأولياء، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالباء. نعم، في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة، وقد ساقه الإمام النووي في باب المجاهدة. أول فائدة: هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، أو إن الله تعالى قال، هذا يسمى حديث قدسي. أنتم تعلمون بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى لفظا ومعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تدخل به على الإطلاق سوى أنه نقله إلينا. القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند حضرة الله تعالى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند حضرة الله ولفظه من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفارق بين، واحد من فوارق بين الحديث القدسي و الآية القرآنية. ثم الآية القرآنية نحن نقرأها في الصلاة، أما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، لذلك يقال في تعريف القرآن الكريم إنه متعبد بتلاوته. فأول فائدة أن هذا الحديث قدسي. طبعا الحديث القدسي وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري معناته له رتبة عالية، هذا المعنى الموجود في هذا الحديث. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أظن نحن نستطيع اليوم فقط أن نتحدث عن مسألة الولي، ما تعريف الولي؟ من عاد لي وليا، من الولي يا أخوان؟ هل الولي هو من له من العمر 70 سنة وله لحية بيضاء طويلة ويجلس في محراب المسجد فلا يخرج منه؟ الجواب لا. هل الولي هو من يمسك بقرآنه فلا يتركه من يده ويجلس ليلا نهارا يقرأ القرآن ويصلي؟ الجواب لا. من هو الولي؟ الولي في اللغة هو القريب، وهو النصير، وهو المحب. فكل من كان قريبا من حضرة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكل من كان مناصرا لأمر الله فيعلي الحلال وينزل الحرام، وكل من كان محبا لله تعالى فهو ولي، سواء كان عمره 70 سنة أو كان عمره 20 سنة، سواء كان داخل المسجد أو كان داخل المعمل، سواء كان شاباً أو كان فتاةً، سواء كان متزوجاً أو كان أعزباً. إذا كنت قريباً من الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إذا كنت مناصراً لأمر الله تعالى تعلي الحلال وتنزل الحرام، إذا كنت محباً لله تعالى فأنت من أولياء الله تعالى. وهذه الولي كلمة من الأضداد،
يعني أن العبد ولي ربه وأن الرب ولي هذا العبد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. أنت قريب من الله تعالى والله قريب منك. أنت تنصر أوامر الله تعالى والله ينصر أمرك. أنت تحب الله والله يحبك. فهي كلمة من الأضداد. والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنتم الحمد لله، الحمد لله يا أخوان، أنتم من الذين آمنوا، الحمد لله أنتم من جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس بيبقى تعالوا نجتهد في تقوى الله تعالى، أن نمتثل أمره وأن نجتنب نواهيه. هلأ هاي بدها مجاهدة. شايف الشيطان بده يمنعك عن الولاية أن تكون من أولياء الله تعالى، وإذا بتصير من الولي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس حافظ على التقوى، بس احمل نفسك حملا على الاستقامة على الأمر واجتناب النهي. هيك تعريف المجاهدة، بذل الجهد في الاستقامة على أمر الله ونهي. تهو يا أخوان، ونحن هذه الدروس ليست هيك لتسمع وتمضي وتقول الدرس حلو أو ما له حلو. هذا الدرس لأجل أن تصير أنت من الأولياء، مشان حديث الأولياء ينطبق عليك إن شاء الله. إن شاء الله تكونون. ويلي بيناتنا بدأ يثبت على هذه البداية، ويلي بيناتنا ما بدأ أو قصر يرجع يجدد التوبة ويقبل على الله عز وجل. لهذا الحديث تتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.